حوالي سنة 370 ميلادي، يعني بأواخر القرن الرابع، وبمدينة كورش الجبلية اللي بتبعد حوالي 70 كيلو شمالي غرب حلب، بلشت سكان المنطقة تتداول بأخبار ناسك اسمه مارون. انشهر مارون بتكريس حياته بالكامل للمسيح، بس اختار لنفسه حياة قاسية نسكية بطبيعتها. والجزء الغريب من القصة انه كان عايش بالهواء الطلق بالعراء، الارض فرشته والسماء غطاه، برد الشتاء وشوب الصيف كانوا تحدي، بس الرغبة بتحمل المسؤولية اللي كان المسيح سبق وداعي عليها لباها مارون بدون حجج، عطريقته وبحكم الموقع الجغرافي اللي هو فيه وبدون العزلة عن محيطه، لانه مارون انشهر بخدمته لسكان كورش. اسم مارون عبارة سريانية وهي تصغير لموران، وبهالمعنى كلمة مارون بتعني السيد الصغير أو المعلم الصغير، وجذور هالعبارة بترجع لمار اللي عادة تجي قبل أسامي القديسين. أما موران اللي هي سيد الأسياد أو معلم المعلمين هي بس ليسوع المسيح حصرا بالأوساط السريانية، موران يشوع مشيحه. وبيجوز كتير إنه اسم مارون كان لقب لمارون، بس لا عنا إثبات ينفي ولا عنا إثبات يأكد. بيقول عنه تيودوريتوس أسقف كورش، مؤرخ حياته الوحيد لمارون اللي عاصر الحقبة اللي كان فيها، إنه ما كان شغل مارون يقتصر على الشغل اللي بتفرضه عليه طبيعة حياته أو تطبيب النفوس بس، لبل كان ناشط بإشياء تانية. مثلا بسياق حديث تيودوريتوس عن ذكاء وحكمة مارون، بيخبر عن إنه أخذ هيكل وثني مهجور وجهزه تيكون كنيسة للمسيح، وكان ينام برا بالهواء الطلق. فإذا كان مارون هو الرائد لطريقة التنسك بالهواء الطلق اللي رح تاخدها بعدين جملة قديسين مشهورين، مثلا مثل سمعان العمودي. وبيخبر تيودوريتوس كمان، بيقول انه مارون هو اللي زرع البساتين بأنحاء المنطقة، وكمان بنعرف منه انه توفى مارون حوالي سنة 415. هلا مارون خمسة. مات مارون قبل تفشي العنصرية بالكنيسة وقبل ظهور الطوائف الكنسية اللي بنعرفها هلا. لهيك يعتبر مارون أي المعلم الصغير للكنيسة المسيحية كلها المجردة من العصبية والتحزب. فهو يمثل للكنيسة جمع المسيح الصادق مع نفسه، مخلص للمسيح وغيور كفاية على الإنجيل.